تكتب مرشدة أسرية في بحث علمي، تقول: صمت الزوج الدائم والمستمر وغموضه هو من أكثر الشكاوى التي ترد علي من الزوجات في الجلسات العلاجية، وإن حالات كثيرة من الانفصال تكون بسبب معاناة الزوجة من عدم تعبير الزوج عما في داخله، ومن عدم وجود حوار يربط بينهما. يقتل الصمت المرأة، وتراه تعبيراً عن الاستغناء عنها من جهة، وليست على مستوى الحديث والمفاهمة من جهة أخرى. وقد تبدأ المرأة الصمت ولكنها تبقى قلقة لعدم مبادرة الزوج لفتح باب الحوار، ثم إن للصمت أثره السلبي على الأطفال، فالطفل الذي ينشأ في أسرة يغيب فيها التواصل الكلامي قد ينشأ انطوائيا، يصعب عليه إقامة علاقات مع الآخرين. ثم أمر خطير آخر يجب التنبه له، وهو لجوء كلا الزوجين إن دام الصمت بينهما إلى شخص ثالث خارج العلاقة الزوجية لمناقشة همومه ومشكلاته. يقول مستشارو العلاقات الأسرية: إن الاتصال الناجح اللفظي وغير اللفظي من أهم عوامل نجاح العلاقة الزوجية، بينما تتراكم مشاعر الغضب والعداء عند قطع هذا الاتصال. أنت معني بأن تحافظ على أسرتك، إذا كان الوضع المادي صعبا فليكن الوضع الأخلاقي، الوضع الاجتماعي، الوضع التواصلي ليكن جيدا. إذا كنت لا تملك مالا كثيرا فلتملك كلمة طيبة، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال.